السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي في حلقة جديدة ودائما في مجزوءة المعرفة، ولكن هذه المرة مع مفهوم الحقيقة. سنبدأ بالمحور الأول لنذكر مواقف التي جاء بها هذا المحور، وهو الحقيقة والرأي. سوف نبدأ بالموقف الأول للفيلسوف باسكال، الذي يقول على أن العقل لا يمكنه معرفة كل شيء ولا يمكنه احتكار الحقيقة. فهناك طرق أخرى تؤدي إلى الحقيقة، منها القلب والعواطف، أي الآراء الخاصة التي ترتكز على الشعور، بل إن هناك حقائق يدركها القلب ويعجز عنها العقل. المحور الثاني وهو أو الموقف الثاني وهو لكانت، الذي يرى على أن الرأي انطباع شخصي وحالة ذهنية ذاتية تتمثل في الاعتقاد بصحة قول ما، غير أنه عندما يتحول إلى رأي جماعي تؤمن به كل العقول يكتسب طابع الكونية والضرورة والموضوعية، ومن ثم يحصل اليقين الذي يقود إلى الحقيقة. موقف الثالث لباشلار، الذي يقول على أن الرأي عائق أمام تكون معرفة علمية صحيحة، على اعتبار أن الرأي على خطأ دائما، لأنه لا يفكر أو يفكر بشكل سيء. فالمعرفة العامية أي الرأي، معرفة تلقائية تعطى جاهزة، أما المعرفة العلمية فهي بناء منهجي وموضوعي. المحور الثاني وهو معايير الحقيقة، والموقف الأول هو لروني ديكارت، الذي يرى على أن معيار الحقيقة هو العقل باعتباره أداة المعرفة التي لا يطالها الشك، وهكذا يتحدد معيار الحقيقة في طرقين أو سبيلين، أولا الحدس وثانيا الاستنباط. فالأول هو إدراك مباشر يتأسس على الأفكار الفطرية أي الحدس، والثاني هو إدراك يتأسس على مسلمات الحدس والاستدلال. الموقف الثاني لدافيد هيوم، الذي يرى على أن معيار الحقيقة هو التجربة الحسية. فالعقل صفحة بيضاء، وبالتالي فمصدر المعرفة والحقيقة هو الحواس والتجربة الحسية، والعقل ذاته قائم على الحواس. فالحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع المادي والتجريبي، أو الواقع المادي التجريبي. الموقف الثالث لفيتجنشتاين، والذي يقول أو يرى على أن معيار الحقيقة هو التحقق في الواقع. فالحقيقة ترتبط ارتباطا وثيقا بما هو واقعي تجريبي، والأفكار الحقيقية لا تكون كذلك إلا إذا كانت معبرة عن الواقع وقابلة لاختبارها تجريبيا. والآن مع آخر محور في هذا المفهوم، وهو قيمة الحقيقة. يرى كانت أن الحقيقة قيمة أخلاقية، أي أنها غاية في ذاتها وليست وسيلة لتحقيق غايات خارجة عنها. فقول الحقيقة واجب أخلاقي ومبدأ كوني، لأنه شأن الإنسانية جمعاء، فلا يجوز الكذب أو الافتراء على الآخرين تحت أي ظرف كان. لكن ويليام جيمس يرى على أن الحقيقة تستمد قيمتها مما تقدمه من منفعة ومصلحة، أي أنها مجرد وسيلة لتحقيق غاياتنا ومصالحنا ومنافعنا. والواقع هو منطلق للبحث عن الحقيقة من خلال تحليل هذا الواقع واستخلاص ما هو نافع منه لفكرنا ومفيد لسلوكنا. أما نيتشه فيرى على أن الحقيقة لا توجد بتاتا، أو يرى على أن أو أنه ينفي وجود حقيقة خالصة. فالحقيقة عند نيتشه لا تعدو أن تكون في نهاية المطاف مجرد أوهام، كما يقول نيتشه الحقائق أوهام نسينا أنها كذلك. فالحقيقة جملة من الاستعارات والكنايات والمجازات اللغوية التي لا تعبر عن حقيقة الواقع. هنا نكون قد انتهينا من مفهوم الحقيقة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء.